السلام عليكم واهلا بيكم. هنكمل مع بعض كلامنا ان شاء الله عن الفسيولوجي اوف سكيليتال ماسل. النهارده ان شاء الله هنتكلم على التايبس اوف ماسل كونتراكشن. عندنا اكتر من نوع من الماسل كونتراكشن، بس اللي يهمنا منهم نوعين، الايزومتريك كونتراكشن والايزوتونيك كونتراكشن. في البدايه لازم نبقى عارفين ان الماسل عندنا بتتكون من حاجتين. الجزء الاسطواني ده هو عباره عن الكونتراكتايل كومبوننت اللي هي الاكتين والمايوسين، والجزء اللي بالازرق دوت عباره عن الاستيك كومبوننت او بنسميه السيريس الاستيك اليمنت. يبقى الكونتراكتايل كومبوننت ده المسؤول عن الكونتراكشن اللي هو الاكتين والمايوسين لما بيحصل لهم سلايدنج، او الاكتين لما بيحصل له سلايدنج اوفر ذا مايوسين وبيحصل شورتنينج للجزء ده. لكن الجزء الازرق دوت اللي هو الالاستيك كومبوننت دوت عامل زي الاستيك، ده مسؤول عن حاجه اسمها التنشن. الجزء الازرق دوت لما بيتشد زي ما احنا شايفين هنا التنشن في الماسل بيزيد. يبقى التوتال لو اتكلمنا عن، او لو قلنا التوتال لينث اوف ذا ماسل، الطول الكلي للعضله، هو عباره عن حاجتين، كونتراكتايل كومبوننت والاستيك كومبوننت. في الاول عايزين نعرف يعني ايه ايزومتريك ويعني ايه ايزوتونيك. ايزو يعني ثابت، متريك يعني طول، هنا ايزو يعني ثابت برضو، وتونيك يعني تنشن. يبقى ايزومتريك يعني الطول ثابت، طول العضله ثابت، لكن هنا ايزوتونيك يعني التنشن في العضله ثابت. لو جينا نبص هنا ده الايزومتريك كونتراكشن، لو بصينا على طول العضله هنلاقي اللينث هنا هو اللينث هنا، بالرغم من ان انا عملت كونتراكشن لكن طول العضله فضل ثابت. لكن لو بصينا على الناحيه الثانيه الايزوتونيك كونتراكشن، لو بصينا على طول العضله هنلاقي طول العضله اتغير، بس احنا الاسم معناه ايه؟ ايزوتونيك يعني التنشن ثابت. احنا قلنا ايه اللي مسؤول عن التنشن؟ الجزء الازرق دوت اللي هو الالاستيك كومبوننت. ايزوتونيك يعني تنشن ثابت، وفعلا هنا لو بصينا هنلاقي الجزء الازرق ده اللي هو الالاستيك كومبوننت هنا زي هنا يعني ثابت. يبقى اذا ايزومتريك يعني الطول ثابت، طول العضله ثابت، الطول هنا زي الطول هنا. احنا هنا بنتكلم على الطول الكلي للعضله، لكن هنا ايزوتونيك يعني التنشن ثابت، الجزء الازرق هنا فعلا ثابت زي الجزء الازرق هنا. طيب احنا يعني ايه عمليه الكونتراكشن؟ الكونتراكشن يعني الكونتراكتايل كومبوننت هنا حصل لها شورتنينج، الاكتين دخل على المايوسين فحصل شورتنينج في الجزء دوت. هنا لو بصينا هنا الكونتراكتايل كومبوننت لما حصل كونتراكشن الجزء دوت قصر، وهنا نفس القصه لما عملنا كونتراكشن هنا الجزء دوت هنا قصر، يبقى الكونتراكتايل بارت قصر. طب ازاي الكونتراكتايل بارت او الكونتراكتايل كومبوننت لما قصر طول العضله فضل ثابت؟ لان عندنا الجزء الازرق دوت زاد، التنشن عندنا زاد. يبقى اذا بالرغم من ان انا عملت كونتراكشن والكونتراكتايل كومبوننت حصل له شورتنينج، لكن الجزء الازرق دوت زاد، طوله زاد اللي هو الالاستيك كومبوننت، فبالتالي حافظ لي على طول العضله ثابت. يبقى الايزومتريك كونتراكشن الطول عندي ثابت لان عندي هنا الجزء الازرق دون زاد. طيب بما ان الجزء الازرق دون زاد يعني معناها ان التنشن عندي في العضله هنا زاد. يبقى اذا هنا نقدر نقول كلمتين على الايزومتريك كونتراكشن. لو قلت لكم الطول اخباره ايه؟ هتقولي ان اللينث بتاع الماسل ثابت ما اتغيرش، وده فعلا اكبر دليل على كده الاسم ان هو ايزومتريك الطول ثابت. لكن اخبار التنشن ايه؟ هتقولوا لي ان التنشن هنا زاد، لان زي ما احنا شايفين هنا التنشن زاد، الالاستيك كومبوننت اتشد فزود لي التنشن. طيب لو قلنا نفس الكلمتين على الايزوتونيك، الايزوتونيك هنا لو سالتكم على التنشن اخبار التنشن ايه؟ بكل سهوله هتقولوا لي من الاسم ايزوتونيك يعني التنشن ثابت، وبالفعل التنشن عندنا هنا ثابت. لكن لو بصينا للطول، لو سالتكم اخبار طول العضله ايه؟ هتقول لي هنا في الايزوتونيك ان حصل لها شورتنينج، الطول الكلي للعضله قصر. يبقى سواء هنا او هنا انا عايز اعرف كلمتين، عايز اعرف اللينث اخباره ايه والتنشن اخباره ايه. هنجاوب بكل سهوله، هتقول لي ان سواء هنا او هنا في حاجه ثابته، واحد من الاثنين دول ثابت والتاني متغير. الثابت دون بطلعه من اسم او من الاسم او من النوع، لكن المتغير دوت هيبقى هو الحاجه التانية. لو طبقنا الكلام دوت على مثلا الايزومتريك كونتراكشن، لو قلت لك اخبار اللينس ايه؟ هتقول لي هو من اسمه ايزومتريك، اللينس هنا ثابت، يبقى ايه المتغير؟ التنشن. يبقى انا عرفت ان الايزومتريك كونتراكشن في حاجه ثابته اللي هي اللينس، وحاجه متغيره اللي هي التنشن. لو نقلنا على الناحيه الثانيه هتقول لي ان في حاجه ثابته وفي حاجه متغيره. طيب ايه هي الحاجه الثابته؟ هتقول لي من الاسم بتاعه
ايزوتونيك، يعني التنشن ثابت. طالما التنشن ثابت يبقى الحاجة التانية هي اللي متغيرة، اللي هو اللينث اوف ذا ماسل. يبقى عرفنا نقطتين مهمين جدا، عشان الحاجات دي بتيجي في الام سي كيو مش هنتلخبط ان شاء الله فيها ولا حاجه. هتقول لي في حاجه ثابته وفي حاجه متغيره، والحاجه الثابته بنطلعها من الاسم، والحاجه المتغيره هتبقى هي الحاجه التانية او النقطه التانية. يبقى اول نقطتين عايزين نعرفهم في الايزومتريك كونتراكشن، في الايزوتونيك كونتراكشن، اللينث اخباره ايه، طول العضله اخباره ايه، والحاجه التانية التنشن اخباره ايه، واظن مش هنتلخبط فيهم ان شاء الله. طيب تعالوا بينا نعرف امتى بيحصل الايزومتريك كونتراكشن وامتى بيحصل الايزوتونيك كونتراكشن. نقول اكزامبل لده واكزامبل لده عشان نفهم اكتر. في الايزومتريك هنا، ايزومتريك يعني طول العضله بيفضل ثابت، يعني العضله ما بيحصل لهاش شورتنينج. ده بيحصل امتى؟ لما باجي اشيل حاجه تقيله، بحاول اشيل حاجه تقيله، بحاول ان انا اشيلها مش بقدر ان انا اشيلها خالص، فبالتالي زي ما احنا شايفين هنا حاولت اشيلها ما قدرتش ان انا اشيلها، ايدي فضلت في نفس الوضعيه. حصل للمصل كونتراكشن لكن طول العضله فضل ثابت، يبقى حاولت اشيل حاجه تقيله جدا، تقيله لدرجه ان انا مش قادر ان انا ارفعها، مش قادر ان انا احرك ايدي. لو لاحظنا هنا وضعيه ايدي هي هنا بالظبط، مش قادر ان انا احرك ايدي خالص، طول العضله فضل ثابت بالرغم من ان حصل كونتراكشن. ليه طول العضله فضل ثابت؟ لان احنا لسه قايلين ان في الاستيك كومبوننت اللي هو التندون، الاستيك كومبوننت ده بيتشد فبيحافظ لي على طول العضله. يبقى مثال الايزومتريك كونتراكشن ان انا حاولت ارفع حاجه تقيله جدا مش قادر ان انا ارفعها، فايدي فضلت ثابته والعضله فضل طولها ثابت. لكن لو جيت احس العضله هلاقي التنشن زاد في العضله. ليه التنشن زاد في العضله؟ لان الحته الزرقاء اللي احنا زي اللي احنا قلنا عليها اللي هي الالاستيك كومبوننت بيتشد وبيزيد، فبالتالي هيزود لي التنشن في العضله. نيجي على الايزوتونيك كونتراكشن. ايه المثال بتاع الايزوتونيك كونتراكشن؟ ببساطه خالص، حاولت اشيل حاجه خفيفه، حاولت ان انا اشيلها اهوت، اتشالت معايا بكل سهوله، حصل اكشن في المصل، المصل حصل لها شورتنينج وطول العضله قصر. ايزوتونيك يعني التنشن بتاعي ما اتغيرش، لكن اللي اتغير عندي هو طول العضله. يبقى انا حاولت اشيل حاجه خفيفه، ايدي اترفعت معايا، حصل كونتراكشن وحصل اكشن في المصل، حصل شورتنينج في العضله. لكن الجزء، لو نفتكر الجزء الازرق ما كانش حصل فيه اي تغيير، الجزء الالاستيك ما اتغيرش، يبقى اذا ايزوتونيك التنشن عندي ثابت. لو ركزنا هنا هنلاقي هي نفس العضله، مره انقبضت بالطريقه الايزومتريك ومره الكونتراكشن كان بالطريقه الايزوتونيك. يبقى اذا نفس العضله في جسمنا هيها نفس العضله ممكن تنقبض ايزومتريك او ايزوتونيك، عشان ممكن ناس تبقى متخيله ان بعض العضلات بتنقبض بشكل ايزومتريك والبعض الاخر بينقبض بايزوتونيك. الكلام ده غلط، عندنا نفس العضلات في جسمنا بتنقبض بالطريقتين، ممكن بالطريقه دي وممكن بالطريقه دي. نفس الكلام عندنا هنا، بحاول اشيل حاجه تقيله مش قادر ان انا ارفعها، فطول العضله عندي هيفضل ثابت. لكن هنا الناحيه التانية بشيل حاجه خفيفه، فالمصل عندي هيحصل فيها الكونتراكشن والشورتنينج، فطول العضله عندي هيقصر. نفس الكلام بس صوره تانية بتوضح لنا اكتر. طيب تعالوا بينا ننظم الدنيا شويه، لان السؤال ده من اهم الاسئله اللي بتيجي واللي بتتسال. لو قلنا الايزومتريك كونتراكشن والايزوتونيك كونتراكشن، الايزومتريك لو قلت لك قول لي ايه الثابت فيه وايه المتغير، هتقول لي الثابت من اسمه ايزومتريك يعني الطول ثابت، يبقى اذا عندي اللينس هنا هو اللي ثابت. امال ايه المتغير؟ الحاجه الثانيه المتغيره اللي هي ايه؟ التنشن. طيب لو قلت لك في الايزوتونيك قول لي ايه الثابت، هقول لك من الاسم ايزوتونيك يعني تنشن ثابت، يبقى اذا هنا التنشن هو اللي ثابت. ايه المتغير؟ الحاجه الثانيه اللي هي اللينس. طيب لو جينا على الحاجه الثانيه، انهي نوع من الكونتراكشن في الاثنين اللي حصل فيه ورك؟ انها لما شلت الحاجه اتشالت معايا الايزوتونيك، لان لما باجي احنا قلنا الايزوتونيك برفع حاجه خفيفه، فجيت اشيلها اترفعت معايا، يبقى اذا هنا الايزوتونيك الورك از دان. لكن في الناحيه الثانيه الايزومتريك انا ما شلتش حاجه، الحاجه تقيله جدا مش قادر ان انا ارفعها، مش قادر ان انا ارفعها، فالطول فضل عندي ثابت. طيب في حاجه بعد كده اسمها الميكانيكال افشنسي، الورك اللي انا عملته دوت ليه كفاءه؟ اكيد الحاجه اللي انا عملت فيها ورك هي اللي هيبقى ليها كفاءه، والحاجه اللي انا ما عملتش فيها ورك اكيد مش هيبقى ليها كفاءه. لو جينا نبص هنا في الايزوتونيك كونتراكشن، انا عملت حاجه شلت حاجه فعلا، فاصبح عندي فيه كفاءه اللي هي 25%. لكن عندي الناحيه الثانيه الايزومتريك، انا ما شلتش حاجه، فبالتالي الكفاءه عندي هتبقى زيرو، لان انا اصلا ما شلتش، مفيش كفاءه لان مفيش ورك اصلا. طب ليه عندي الكفاءه هنا الميكانيكال افشنسي ليه عندي 25% بس؟ لان 75% من الطاقه اللي انا بس
بستهلكها بتطلع في صورة حرارة، العضلة بتسخن عندي، يبقى 25% فقط بيطلع في صورة الحركة اللي أنا بشوفها، اللي هي إن أنا شلت الحاجة، الحركة بتاعة العضلة دي 25% فقط من الطاقة اللي أنا استخدمتها، لكن 75% من الطاقة ده بيطلع في صورة حرارة. النقطة اللي بعد كده، يا ترى أي نوع من الكونتراكشن في الاتنين بياخد وقت أكتر وبالتالي بيحتاج إنرجي أكتر؟ نركز مع بعض عشان نفهم الحتة دي كويس. لو جيت أشيل حاجة تقيلة جدا ومعرفتش أرفعها وطول العضلة عندي فضل ثابت، يبقى نوع الكونتراكشن عندي إيه؟ ايزومتري. طيب لو فضلت احاول ارفع الحاجه دي، احاول 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 لحد ما قدرت ارفعها، عملت ورك وحصل شورتنينج في الماسل، يبقى اصبح نوع الكونتراكشن عندي ايه؟ ايزوتونيك. يبقى كان انا عندي الايزوتونيك كونتراكشن دوت ممكن يبدا بايزومتريك، زي بالظبط ما باجي ازق العربيه، في الاول انا مش قادر ازق العربيه، بحاول ازق بحاول ازق مش قادر ازق العربيه، فنوع الكونتراكشن عندي هنا ايزومتريك. مع المحاولات دي بدأت العربية تتحرك، بدأ يحصل عندي شورتنينج، بدأ يحصل ايزوتونيك كونتراكشن. يبقى كأن عندي اي كونتراكشن في جسمي، اي ايزوتونيك كونتراكشن في جسمي لازم في البداية خالص بيبدأ ايزومتريك. يبقى اصبح عندي الايزوتونيك كونتراكشن دوت بيحصل على مرحلتين، في الاول ايزومتريك وبعد كده بيقلب بايزوتونيك. يبقى اذا عندي هنا الوقت بتاعه هيتضاعف او هيبقى اكتر لان هو مر بمرحلتين. يبقى الايزوتونيك كونتراكشن بياخد وقت اكتر لان زي ما قلنا بيبدا بايزومتريك اصلا، وبالتالي هيحتاج انرجي اكتر. قلنا المثال لكل واحده، في الايزوتونيك برفع حاجه بتترفع معايا، لكن الايزومتريك الحاجه بتبقى تو هيفي تو بي ليفتد، مش بقدر ان انا ارفعها. طيب ازاي بقدر اسجل التغيرات في النوعين من الكونتراكشن؟ في الايزومتريك كونتراكشن انا عايز اسجل التغير اللي بيحصل. لو قلت لك ايه المتغير اللي بيحصل عندي في الايزومتريك كونتراكشن، هقول لك والله هو من اسمه ايزومتريك، يعني الطول ثابت، يبقى انا مش محتاج ان انا اسجل الطول لان الطول عندي خلاص دي حاجه ثابته. يبقى هسجل حضرتك التنشن، يبقى انا عندي هنا محتاج ان انا اسجل هنا ايه؟ هسجل التنشن. امال الناحيه الثانيه في الايزوتونيك انا عندي التنشن هو اللي ثابت، مش محتاج ان هو اسجله، لكن محتاج اسجل الحاجه اللي بيحصل لها تغير اللي هي اللينث، لان انا عندي بيحصل شورتنج. يبقى هسجل المتغير اللي هو هنا التنشن وهنا اللينث. الجهاز اللي بيسجل اللينث، الجهاز اللي كلنا عارفينه وشفناه اكيد، اللي هو اللي بنعمل بيه اللي هي تجربه الضفدعه اللي بنعملها في المعمل، اللي هو الجهاز اللي بيعمل لي السيمبل ماسل تويتش، اعتقد كلنا شفناه. يبقى انا بسجل الطول، بسجل التغير في الطول في حاله الايزوتونيك كونتراكشن، الحركه بتاعت العضله دي بسجلها عن طريق الجهاز اللي بيعمل لي السيمبل ماسل تويتش. لكن في الناحيه الثانيه انا عندي ايه المتغير هنا؟ قلنا التنشن. هسجل التنشن ده بحاجه ازاي؟ حاجه هتحول لي الميكانيكال انرجي، التنشن دوت هو حاجه ميكانيكال، هحوله الى الكتريك انرجي عشان اقدر ان انا اسجلها عن طريق جهاز اسمه الكترونيك ترانسديوسر، اللي كيفيه عمله يعني الكترونيك ترانسديوسر، بيحول لي التنشن اللي هو ميكانيكال انرجي الى الكتريك انرجي اقدر ان انا اسجلها. الدرس التايبس اوف كونتراكشن الجزء ده مهم جدا وبيتسال كتير جدا، يا رب نكون فهمناه ونركز فيه لان هو بيجي في الام سي كيو كتير جدا كمان. هنتكلم بعد كده على الميتابوليك تشينجز اللي بتحصل في المصل، وايه هي الانرجي سورس، وازاي المصل بتقدر تحصل على الطاقه اللازمه للانقباض والريلاكسيشن بتاعها. اول حاجه ديورنج ريست، واحنا قاعدين دلوقتي وانا قاعد بشكل طبيعي كده، انا محتاج طاقه او العضله محتاجه طاقه لان هي في حاله كونتراكشن. ازاي المصل في حاله كونتراكشن وانا قاعد في حاله ريست كده؟ في عندنا حاجه اسمها المصل تون. المصل تون دي ان بعض، مش كل المصل بتنقبض، بعض المصل فايبرز بتنقبض وبتعمل لي حاجه اسمها الماسل تون. الماسل تون دي بتساعدني او بتحافظ على البوستشر بتاع جسمي، يعني انا قاعد دلوقتي لا بطلع قدام ولا برجع ورا، لا بقع على قدام ولا بقع على ورا. ايه اللي بيعمل كده او ايه اللي بيحافظ على كده؟ حاجه اسمها الماسل تون. يبقى الكونتراكشن في حاله الريست بيعمل لي حاجه اسمها الماسل تون اللي مهمه للبوستشر بتاعي. طيب الانرجي دي كمان او الطاقه اللي انا محتاجها ديورنج ريست بحافظ بيها او بعمل بيها حاجه اسمها الريستنج ميمبرين بوتنشال، زي بالظبط الريستنج ميمبرين بوتنشال بتاع النيرف. ليه كنا بنحتاج طاقه في الريستنج ميمبرين بوتنشال دوت؟ عشان خاطر حاجه اسمها الصوديوم بوتاسيوم بومب اللي كانت بتحتاج الاي تي بي. فبالتالي انا محتاج طاقه ديورنج ريست وانا قاعد دلوقتي عشان الريستنج ميمبرين بوتنشال احافظ عليه، عشان الماسل تون احافظ على البوستشر
بتاع جسمي، بعمل كونتراكشن لبعض الماسل فايبرز، اعمل سينسز لبعض الحاجات اللي موجوده في الماسل. طيب الطاقه اللي انا محتاجها ديورينج ريست دي بحصل عليها منين؟ من حاجه اسمها الفري فاتي اسيدز. يبقى الفري فاتي اسيدز هي اللي بتوفر لي الطاقه في حاله الريست. طيب لو عملنا كونتراكشن او دخلنا على الكونتراكشن، ازاي هحصل على الطاقه في حاله الكونتراكشن؟ من الاي تي بي اللي متخزن في الماسل. كلنا في الماسلز بتاعتنا متخزن عندي اي تي بي. الاي تي بي ده لما هكسره هيتحول الى اي دي بي وان اورجانيك فوسفيت. الفوسفيت دوت هيدخل يعمل لي حاجه اسمها فوسفوريك اسيد وهيطلع عندي طاقه. يبقى هيديني اي دي بي مركب الاي دي بي معاه ان اورجانيك فوسفيت، والطاقه اللي هتطلع عندي اللي انا محتاجها. الطاقه اللي هتطلع عندي دي 25% زي ما احنا قلنا من شويه هو اللي هتطلع او هو اللي هيظهر في صوره ميكانيكال، في صوره حركه العضله. يبقى الحركه بتاعت العضله دي ما هي الا 25% فقط من الطاقه اللي طلعت. امال 75% من الطاقه ده هيروح فين؟ هيطلع في صوره هيت، العضله بتسخن. طيب يا ترى التفاعل دوت انيروبيك ولا ايروبيك؟ يعني بيحصل في وجود الاكسجين ولا في غياب الاكسجين؟ لو فكرنا مع بعض بسهوله جدا، المصل في حاله الكونتراكشن الماسل جواها بلاد فيسلز، لما بعمل كونتراكشن بعمل كومبريشن على البلاد فيسلز، بضغط على الاوعيه الدمويه اللي موجوده فيها، فبالتالي بقلل الدم فيها، والدم دوت هو اللي موجود فيه الاكسجين. يبقى انا قللت الاكسجين اللي رايح للعضله، يبقى انا عملت كونتراكشن ضغطت على البلاد فيسلز قللت الاكسجين اللي جاي، فبالتالي التفاعل دوت اكيد هيبقى انيروبيك. عشان اعمل التفاعل دوت، عشان اكسر الاي تي بي، لازم يكون عندي انزيم الاي تي بيز. الاي تي بيز دوت هو اللي بيكسر لي الاي تي بي. طيب لو نفتكر مع بعض، الاي تي بيز دوت كان موجود فين؟ كان موجود في المايوسين مولكيول. لو افتكرنا المايوسين مولكيول كان الهيد بتاعته كان فيها البايندينج سايت وكان فيها الاي تي بي بايندينج سايت. الاي تي بي قلنا كان معاه حاجه اسمها الاي تي بيز. يبقى انا عندي الاي تي بيز دوت موجود في المايوسين، في المولكيول بتاع المايوسين، في الهيد او قريب من الهيد. لكن عندي مشكله، الاي تي بي، كميه الاي تي بي اللي موجوده في المصل عندنا قليله جدا جدا، كافيه فقط لمده 5 ل 6 ثواني 5 تو 6 سكند، لان هي تخلي المصل يعمل كونتراكشن لمده 5 ل 6 ثواني فقط. واكيد ده طبعا كميه او وقت غير كافي جدا، لان انا اي اكسرسايز بعمله بياخد وقت او بياخد مني مجهود كبير جدا. فبالتالي الاي تي بي، كميه الاي تي بي دي القليله ديت مش هتنفع معايا او مش هتكفيني. طيب ايه الحل دلوقتي؟ انا محتاج اي تي بي تاني، بس انا خلاص خلصت الاي تي بي اللي كان موجود في العضله، خلصته. هبدا ان انا اعمل ايه؟ هبدا ان انا اعمل ريجينريشن اوف اي تي بي. مش انا كسرت الاي تي بي وطلع عندي اي دي بي؟ هاخد الاي دي بي دوت وارجع اربط له فوسفيت، اديله فوسفيت يكون لي، يرجع يكون لي الاي تي بي. يبقى انا عندي الاي تي بي كميته قليله هيكفي 5 6 ثواني بس، هرجع اعمل ريجينريشن للاي تي بي تاني بطريقه من 3 طرق. الطريقه الاولانيه اللي هي دايركت فوسفوريليشن. يعني ايه دايركت فوسفوريليشن؟ يعني هجيب الاي دي بي دوت واقوم حاطط له بشكل مباشر، حاطط له الفوسفيت مركب او ذره الفوسفيت. يبقى هجيب الفوسفيت واخبطها او هلزقها فين؟ في الاي دي بي. الفوسفيت دي بتبقى موجوده في صوره ايه؟ بتبقى موجوده في صوره مركب اسمه كرياتين فوسفيت. يبقى هجيب الاي دي بي واخد الفوسفتايه من الكرياتين، مركب الكرياتين فوسفيت، هكون عندي الاي تي بي وهيطلع عندي، هينتج عندي الكرياتين من غير فوسفيت بعد ما اخدتها منه. ده اول حاجه. طيب كونت انا دلوقتي خلاص خدت الاي دي بي دوت وعملت، اخدت فوسفيت وكونت مركب الاي تي بي. مركب الاي تي بي اللي طلع دوت كميته هتبقى برضو قليله، هتكفيني 10 15 ثانيه فقط. يبقى احنا ما عملناش حاجه، الاي تي بي اللي كان متخزن كفاني 5 ل 6 ثواني. رجعت كونته بالطريقه الاولانيه، الطريقه الاولانيه دي هتخليني او هتنتج لي كميه اي تي بي هتكفيني 10 او 15 ثانيه فقط. يبقى انا محتاج اكون اي تي بي بالطريقتين التانيين، اللي هم يزودوا لي كميه الاي تي بي عشان يدوني وقت اكتر للنشاط او للاكسرسايز اللي انا هعمله. في الطريقه الثانيه والثالثه بحصل على الطاقه من الجلوكوز، ان انا بحرق الجلوكوز. بس انا عندي، لو انا عندي الجلوكوز عندي احتمال من اتنين، يا اما انيروبيك يا اما ايروبيك، يا اما انا ما عنديش اكسجين كفايه يا اما عندي اكسجين. لو حرقت الاكسجين بشكل انيروبيك هيطلع عندي لاكتيك اسيد و4 اي تي بي. بس التفاعل ده عشان يتم انا محتاج ان يكون عندي طاقه، محتاج 2 اي تي بي. فانا دلوقتي استخدمت او استهلكت 2 اي تي بي وطلع عندي 4 اي تي بي، يبقى الناتج كله هنشيل 2 من 4 يبقى هيطلع عندي في الاخر 2 اي تي بي.
يبقى التفاعل دوت انا عندي جلوكوز حرقته بشكل انيروبيك، طلع لي لاكتيك اسيد وطلع لي الناتج النهائي 2 اي تي بي. 2 اي تي بي ده قليلين جدا. يبقى هندخل بعد كده على الطريقه الثالثه اللي هي اسمها الاوكسيديتيف فوسفوريليشن، اللي هي بحرق الجلوكوز في بشكل ايروبيك في وجود الاكسجين. نفس القصه بالظبط، انا هنا محتاج عشان التفاعل ده يتم محتاج 2 اي تي بي، لكن لو بصينا التفاعل ده هيديني في الاخر 40 اي تي بي، لو شلنا منهم الاثنين دول يبقى 38 اي تي بي. يبقى اكتر سورس اوف انرجي عندي هنا هو الطريقه الثالثه اللي هي الاوكسيديتيف فوسفوريليشن، ان انا بحرق الجلوكوز ايروبيك بشكل ايروبيك. هيطلع لي كام مركب اي تي بي؟ 38 مركب اي تي بي. عندنا في الطريقه الثانيه هنا قلنا بينتج عندي لاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد دوت حاجه ضاره جدا للعضله، لما بتتراكم بشكل كبير بتعمل لي حاجه اسمها فتيج او ضعف في العضله. قلنا امتى بيحصل، او امتى اللي هو التفاعل الثاني ده امتى بيحصل؟ لما انا بحرق الاكسجين او لما انا بحرق الجلوكوز او بستخدم الجلوكوز بشكل انيروبيك. طيب اكيد اكيد الحاله عندي مش هتفضل انيروبيك طول الوقت، هيجي وقت من الاوقات الاكسجين هيبدا يتوفر عندي. لما يتوفر الاكسجين والاكسجين يبقى افيلابل، اللاكتيك اسيد دون ببدا ان انا اتخلص منه وببدا ان انا احوله لحاجه اسمها بايروفيك اسيد. اللاكتيك اسيد ده الكاردياك ماسل عندها القدره ان هي تستخدمه كفيول او وقود، ده ممكن نعرفه بالتفصيل اكتر في الكارديو فاسكولار سيستم. الحاجه الثالثه ان اللاكتيك اسيد عندي ممكن يتحول في الليفر الى جلايكوجين. يبقى انا عندي اللاكتيك اسيد دوت لان هو ضار لازم بتخلص منه، او بيبقى ليه ثلاثه فيتس نهايته بيبقى حاجه من الثلاثه، يا اما لو الاكسجين اتوفر عندي هيرجع اللاكتيك اسيد هيحصل له اوكسيديشن ويتحول الى بايروفيك اسيد، يا اما في الكاردياك ماسل ممكن تستخدمه كوقود، يا اما في الليفر الحاجه الثالثه في الليفر ممكن يتحول الى جلايكوجين. يبقى كده احنا اتخلصنا من اللاكتيك اسيد وعرفنا الفيت بتاعه او نهايته هتبقى ايه. طيب تعالوا نعرف بعد كده حاجه اسمها البي اتش تشينجز ديورنج الماسل كونتراكشن. اخبار البي اتش ايه؟ اول حاجه في التفاعل الاولاني هنا عرفنا ان النتج عندي الاي دي بي والفوسفات اللي هتدخل في تركيب حاجه اسمها الفوسفوريك اسيد. فوسفوريك اسيد من اسمه يبقى ده اسيد، يبقى اول حاجه عندي في الاول خالص البي اتش بيبقى اسيدك نتيجه لوجود الفوسفوريك اسيد. تاني حاجه في التفاعل دوت بينتج عندي الكرياتين، والكرياتين دي بتسبب لي ان البي اتش بيبقى الكالاين. يبقى بدانا اسيد، البي اتش اسيدك، بعد كده بقت الكالاين. بعد كده في التفاعل الثاني دوت نتج عندي لاكتيك اسيد من اسمه، يبقى البي اتش هتبقى اسيدك. يبقى البي اتش تشينجز ثلاثه، في الاول بتبدا اسيدك نتيجه للفوسفوريك اسيد، بعد كده بتبقى الكالاين نتيجه للكرياتين، بعد كده بتبقى في النهايه خالص بتبقى اسيدك نتيجه لوجود اللاكتيك اسيد. بعد كده عايزين نعرف الاكسجين اللي جاي للماسل دوت السورس بتاعه ايه، جاي لها منين. اول حاجه جاي لها من البلاد عن طريق الهيموجلوبين، او الماسل نفسها فيها مركب اسمه مايوجلوبين شبيه بالهيموجلوبين. مايوجلوبين دوت بيبقى جواه اكسجين او بيخزن اكسجين. يبقى الاكسجين اللي جاي للماسل يا اما عن طريق الهيموجلوبين من البلاد، يا اما المايوجلوبين اللي موجود في العضله. بعد كده عايزين نعرف حاجه اسمها الاو 2 ديبت. البي عندنا هنا سايلنت، اكسجين ديت. الاكسجين ديت ده الاكسجين ديت ده يعني سلف الاكسجين او دين الاكسجين. يعني ايه الكلام ده؟ عشان نفهم يعني ايه O2 او اكسجين ديت، تعالوا نقول مثال بسيط. لو افترضنا ان ماسل هتعمل اكسرسايز لمده 10 دقائق، هتروح لللانج تقول لها انا محتاجه في ال 10 دقائق دول 100 سنتي اكسجين مثلا يعني. فاللانج هتقول لها مثلا، تقول لها انا ممكن اديكي during الكونتراكشن او during الاكسرسايز مده ال 10 دقائق دول اقصى حاجه ممكن اديها لك او اوفرها لك هي 70 سنتي اكسجين فقط. مهما انا حاولت انهج، مهما انا مهما انا عملت كده طول الاكسرسايز، مش هقدر ان انا او اللنج مش هتقدر تدي اكتر مثلا من ال 70 سنتي اكسجين. يبقى اللنج في ال 10 دقائق مش هتديها اكتر من ال 70 سنتي اكسجين، يتبقى عندي كام؟ 30 سنتي. اللنج تقول لها بعد ما تخلصي الكونتراكشن وبعد ما او الاكسرسايز وبعد ما تخلصي ال 10 دقائق بعدهم على طول هديكي ال 30 سنتي الاكسجين الباقيين. يبقى انا عليكي او اللنج عليها دين للمصل او سلف للمصل 30 سنتي اكسجين هتديهم لها امتى؟ بعد ما نخلص الاكسرسايز اللي هو ال 10
دقايق. وده السر في اننا او في اي حد مننا بعد ما بيعمل اكسرسايز لازم بيقعد بعدها فترة ينهج. يبقى ايه السبب، ايه اللي بيخليني انهج بعد ما بعمل اكسرسايز؟ بعد ما اخلص اكسرسايز خالص هو الـ O2 ديت او الاكسجين ديت. ليه؟ لان اللونج مهما انا نهجت مهما انا اتنفست جامد during الاكسرسايز مش هقدر ان انا، او اللونج مش هتقدر ان هي توفر الاكسجين الكافي، وبالتالي بعد ما بنخلص الاكسرسايز اللونج بترد الدين اللي عليها. وده السر ان احنا بعد ما بنخلص اكسرسايز بنفضل ننهج فترة. يبقى لو جينا نعرف الاكسجين ديت هو الـ O2 او الاكسجين consumed during recovery، بعد الاكسجين اللي انا بستخدمه او اللي بي اللي انا بيجي لي يعني او بيجي للمصل بعد ما خلصت الكونتراكشن اللي هو during recovery. بس في حتة مهمة جدا، in excess to basal oxygen consumption. يعني ايه الحتة دي؟ واحنا قاعدين دلوقتي في حالة ريست او كده بنتنفس بشكل طبيعي، يعني في اكسجين بنستهلكه. الاكسجين ده لو جينا حسبناه during recovery وانا عمال بنهج الاكسجين ده انا بستخدمه، يبقى already موجود عندي. يبقى كلنا سواء في حالة ريست او في حالة اكسرسايز في عندي بيزل اكسجين انا بستخدمه. الاكسجين الزيادة عن دون زيادة على اللي هو البيزل اكسجين دوت هو ده اللي هنحسبه، هنعتبره الاكسجين ديت. يبقى انا بعد ما خلصت اكسرسايز وانا بنهج مش هحسب او ما ينفعش ان انا احسب كمية الاكسجين كلها اللي هي اللي انا بدخلها او بستخدمها او كده، لا لازم احذف منها او لازم اشيل منها كمية الاكسجين البيزل اللي انا بستخدمها في الوضع الطبيعي. طيب في حد ممكن يسأل، انا دلوقتي المصل خلصت الكونتراكشن بتاعها وخدت الاكسجين الكافي ليها، ايه الفايدة ان هي ترجع تاخد اكسجين تاني، او ايه الفايدة ان انا افضل انهك تاني بعد ما خلصت الاكسرسايز؟ انا خلاص خلصت الاكسرسايز اللي انا عامله والمصل عملت الكونتراكشن والموضوع انتهى خلاص. فايدة الاكسجين ديت ده حاجتين، اول حاجة ان انا بعمل ريفورميشن للاي تي بي والكرياتين فوسفيت والجلايكوجين اللي هو الجلوكوز. انا مش ده اخر اكسرسايز انا هعمله، انا عملت اكسرسايز دلوقتي وقعدت ارتاح، بعد شويه هعمل اكسرسايز تاني، بعدها هعمل تالت، بعدها هعمل رابع. يبقى اذا الاي تي بي والكرياتين فوسفيت والجلايكوجين محتاج ان انا ارجع اكونهم تاني، ومش هقدر ان انا اكونهم تاني الا في وجود الاكسجين. الاكسجين ده اللي هجيبه منين؟ هجيبه من السلف او من الدين اللي كان على اللنج. الحاجه التانية ان انا هعمل ريفيل للمايوجلوبين والهيموجلوبين بالاكسجين. مش احنا قلنا السورس اوف اكسجين، المصدر الاكسجين اللي بيجي للمصل هو حاجتين، الهيموجلوبين والمايوجلوبين. هرجع اخد الاكسجين بعد ما خلصت الاكسرسايز عشان املى الاستورج اللي عندي، املى المايوجلوبين واملى الهيموجلوبين بالاكسجين. يبقى احنا عرفنا دلوقتي باختصار ايه هو الاكسجين ديت، هو الاكسجين اللي انا باخده بعد ما بخلص الاكسرسايز، الدين اللي على اللنج للمصل اللي بترده لها بعد ما بخلص الاكسرسايز في صوره ان انا بنهج دوت بيفيدني بايه او ايه فايدته. طالما انا خلصت خلاص الاكسرسايز وخلصت المصل خلصت الكونتراكشن بتاعها، فايدته حاجتين، ان انا بعمل ريفورميشن للاي تي بي والكرياتين فوسفيت والكلايكوجين، وبعمل ريفيل للمايوجلوبين والهيموجلوبين. الحاجات دي كلها اللي انا هرجع استخدمها تاني في الاكسرسايز التاني او في الكونتراكشن القادم، فلازم اجهز المصل بتاعتي وارجعها للحاله الطبيعيه بتاعتها عشان لو حبيت اعمل اكسرسايز في اي وقت من الاوقات. هندخل بعد كده على حاجه اسمها الثيرمال تشينجز او تغيرات الحراريه. احنا لسه قايلين من شويه ان احنا الطاقه اللي بتطلع دي بعضها او 25% منها بيبقى في صوره ميكانيكال ورك الشغل بتاع العضله، لكن 75% بيطلعوا في صوره هيت. ايه هي تفاصيل الهيت دي؟ في عندنا نوعين من الهيت، الانيشال هيت والريكفري هيت. الانيشال هيت دي اللي بتحصل ديورينج الكونتراكشن، وقلنا ديورينج الكونتراكشن انا بضغط على البلاد فيسلز اللي موجوده في المصل، فبالتالي الاكسجين بيقل، فبالتالي الهيت دي بتنتج عن حاجه انيروبيك. لكن عندي الريكفري هيت اللي هي بتحصل بعد الكونتراكشن افتر كونتراكشن، دي موستلي ايروبيك. ليه؟ لان احنا لسه قايلين ان اكبر قدر من الطاقه بنحصل عليه عن طريق الجلوكوز، اي عن طريق حرق الجلوكوز، بس بحرق الجلوكوز في وجود الاكسجين اللي هو لو بصينا هنا كان بيطلع لي 38 مركب ATP. يبقى انا عندي الجلوكوز بحرقه في وجود الاكسجين بيطلع لي 38 ATP، وده كان اكتر تفاعل
بيديني طاقة. يبقى لو افترضنا هنا او لو قلنا هنا الريكفري هيت اللي بتحصل بعد الكونتراكشن بتبقى غالبا ايروبيك، لان اكتر تفاعل بيديني طاقة اللي هو 38 اي تي بي بيكون ايروبيك. طيب كمية الحرارة دي قد كمية الحرارة دي، يبقى اذا الريشيو ما بينهم او النسبة بينهم هي 1:1. لكن في غياب الاكسجين، لو ما عنديش اكسجين، اصبح التفاعل المهم اللي عندي اللي كان بيديني 38 مركب اي تي بي مش موجود عندي، وبالتالي انا فقدت كمية كبيرة جدا 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 من الحرارة، فقلت الحرارة عندي واصبحت النسبة من 1 أو 1:8. 8 من 100 ليه؟ لأن أنا خلاص فقدت الـ 38 ATP في غياب الأكسجين. طيب في حاجة عندنا اسمها الـ All or None Law. لو أنا عندي Muscle Fiber، الـ Muscle Fiber دي هيحصل فيها حاجة من اتنين، يا إما تكونتراكت ماكسيمالي يا إما does not contract at all. All or None Law، الكل أو اللا شيء. يعني يا إما هيحصل عندي contraction، المصل هتعمل كونتراكشن باقصى حاجه، يا اما المصل مش هيحصل لها كونتراكشن خالص. امتى يحصل ده وامتى يحصل ده؟ المصل هتكونتراكت ماكسيمالي لو الاستيميولس اللي عندي ثريشولد او سوبرا ثريشولد. يبقى انا لو اديت نوع الاستيميولس عندي اللي اديته للمصل او اللي عملته في المصل كان ثريشولد او سوبرا ثريشولد، الاثنين هيدوني نفس النتيجه، ان المصل هتكونتراكت ماكسيمالي. لكن لو الاستيمولس عندي كان سب ثريشولد، اقل من الكافي او اقل من اللي انا محتاجه، المصل مش هيحصل فيها كونتراكشن خالص. بس بشرط عشان اعمل القانون ده او عشان اطبق القانون ده، اهم كلمه ان الاذر فاكتورز ار كونستانت. يعني ايه الاذر فاكتورز ار كونستانت؟ يعني لو انا جبت مصل وعملت فيها ثريشولد استيمولس هتعمل لي ايه؟ هتكونتراكت ماكسيمالي. لو جبت نفس المصل في نفس الظروف وعملت فيها ستيمولس بس المره دي كبرت الاستيمولس شويه سوبرا ثريشولد، هتديني نفس الكونتراكشن، ماكسيمال كونتراكشن. طيب الكلام ده امتى؟ لو كل الظروف، قلنا كل الظروف ثابته. طيب لو جيت غيرت الظروف، ولا نفترض مثلا ان انا عندي الحراره، الحراره معروف ان هي لو عليت الحراره بتزود لي المصل كونتراكشن. جيت في المره الاولى عملت بحراره ولتكن مثلا 37 وعملت ثريشولد ستيمولس، هيدي عندي ايه؟ هيدي عندي كونتراكشن، ماكسيمال كونتراكشن. طيب جيت بعد كده الحراره بعد ما كانت 37 رفعتها خليتها 40، وجيت اديت المره دي سوبرا ثريشولد ستيمولس، الكونتراكشن عندي هيبقى ايه؟ الكونتراكشن عندي المره دي هيزيد. يبقى ليه الكونتراكشن عندي زاد؟ لان انا زودت الحراره. بس في الحاله دي انا ما اقدرش اقول ان ده قانون الاول اور نان لو، لان انا عندي الاذر فاكتورز اللي هي ادينا ليها مثال الحراره ما كانش عندي ثابت. عشان اطبق القانون ده لازم كل الفاكتورز تبقى ثابته. لو ثبتت فعلا الاذر فاكتورز، الحراره ثابته وكل حاجه ثابته، مهما اديت ستيمولس كان ثريشولد سوبرا ثريشولد سوبرا 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 ثريشولد، مهما كان زايد الريسبونس عندي هيبقى واحد، ماكسيمال كونتراكشن، ومش هيتغير اي حاجه. اهم كلمه كونستانت، الـ other factors are constant. هنتكلم بعد كده على حاجات ليها علاقة أكتر بالعملي، الـ simple muscle twitch أو الانقباض العضلية البسيطة اللي هي تجربة الضفدع. ما كنا بنجيب الضفدع وبنشرحها وبنعمل stimulation للعضلة، بيحصل contraction، بنوصل العضلة بجهاز، أول ما المصل بيحصل لها contraction بترسم لي الكيرف ده اللي هو contraction relaxation. الرسمة اللي قدامنا دي فيها ثلاثة كيرفز، الكيرف الأول اللي هو الأكشن بوتنشال اللي بيحصل في النيرف، الكيرف الثاني اللي هو اللي قدامنا ده تركيز الكالسيوم في السيتوبلازم، الكيرف الثالث اللي هو السيمبل ماسل تويتش اللي هو الكونتراكشن والريلاكسيشن. عايز أعرف العلاقة ما بين الثلاثة. أنا أول حاجة أول ما بدي ستيمولس أو أول ما بعمل ستيمولس لحد ما ببدأ الكونتراكشن، الكونتراكشن مش بيبدأ على طول، يبقى اول ما بدي استيمولس بيفضل عندي وقت او باخد وقت لحد ما بيبدا الكونتراكشن. طيب الوقت دوت بنسميه حاجه اسمها الليتنت بيريود. يبقى ايه هي الليتنت بيريود؟ الليتنت هي البيريود ما بين بدايه الاستيمولس وبدايه الكونتراكشن. طيب انا ليه ما مش اول ما بدي الاستيمولس بيحصل كونتراكشن على طول، مش بيظهر عندي الكونتراكشن على طول؟ لكذا سبب. السبب الاول
ان انا باخد وقت في الكوندكشن في النيرف. السبب التاني ان بيحصل عندي نيورو ماسكولار ترانسميشن، بيحصل فيها ديلي لحد ما على ما الكيميكال ترانسميتر اللي هو الاسيتايلكولين يعدي ويبدا يعمل لي يشتغل على النيكوتينيك ريسبتور. السبب التالت ان على ما الاكشن بوتنشال يحصل في المصل. السبب الرابع على ما الكالسيوم يبدا يخرج من الساركوبلازميك ريتيكولوم. يبقى انا عندي كذا سبب بيخلي لي او بيأخر لي الكونتراكشن، بداية الكونتراكشن. يبقى دي الليتنت بيريود وعرفنا الاسباب بتاعتها. عندي الكيرف بتاع الاكشن بوتنشال، التفاصيل بتاعته اكتر طبعا في النيرف، الجزء الخاص بالنيرف، ليه الاسندنج ليمب وليه ديسندنج ليمب. الفتره دي من اول ما بيبدا عندي الكيرف لحد ما بينزل هنا، الفتره دي بنقول عليها الابسوليوت ريفراكتوري بيريود. يبقى الاسندنج والديسندنج الاثنين دول بيتوازى معاهم او بيمشي معاهم فتره بنقول عليها او جزء بنقول عليه الابسوليوت ريفراكتوري بيريود. يعني ايه؟ هي البيريود اللي مهما اديت فيها ستيمولس للنيرف عمر ما هيحصل عندي اي ريسبونس. يبقى انا عندي دلوقتي النيرف مشغول ان هو بيعمل الامبلس او بيكون الاكشن بوتنشال، انا خلاص اديته ستيمولس، مهما اديت ستيمولس تاني في خلال الفتره دي اللي هي الاسندنج والديسندنج مهما اديت ستيمولس عمر ما هيحصل عندي ريسبونس. لو جينا ركزنا وقارنا او شفنا العلاقه ما بين الابسوليوت ريفراكتوري بيريد اللي هي من اول هنا لحد هنا وما بين الكيرف بتاع الكونتراكشن والريلاكسيشن، هنلاقي ان الابسوليوت ريفراكتوري بيريد نهايتها هنا في بدايه الكونتراكشن. يبقى ده معناه ايه؟ لو انا اديت ستيمولس هنا في البدايه هنا، الابسوليوت ريفراكتوري بيريد هتخلص هنا. طول الفتره دي لو انا اديت ستيمولس تاني هل هيحصل ريسبونس؟ لا مش هيحصل ريسبونس. طيب خلاص سيبنا من الابسوليوت ريفراكتوري بيريد وابدا بعدها. لو اديت ستيمولس في الحته دي انا خلاص الابسوليوت ريفراكتوري بيريد عندي خلصت. لو اديت ستيمولس في الحته دي هيحصل امبلس تانيه. يبقى انا عندي ممكن الكونتراكشن دون لو اديت ستيمولس هنا ممكن يبدا يحصل كونتراكشن تاني. طيب الكونتراكشن التاني اللي انا هديه ده هيحصل نفس القصه ابسوليوت ريفراكتوري بيريد وهتخلص. لو اديت ستيمولس تالت هيحصل كونتراكشن تالت. ده معناه ايه؟ معناه ان انا عندي هنا الكونتراكشن دون ممكن يحصل كونتراكشن فوق الكونتراكشن. حصل هنا الكونتراكشن الاول اهو، اديت ستيمولس هنا تاني هيبدا يحصل كونتراكشن تاني. الكلام دوت بنقول عليه التيتنس. يبقى انا لو انا اديت ستيمولس في الاول هنا خلصت الابسوليوت ريفراكتوري بيريد، اديت ستيمولس تاني هنا هيبدا يحصل كونتراكشن عندي تاني فوق الكونتراكشن الاولاني. يبقى الكيرف هيبقى بالشكل ده، هيبقى طالع كده ويرجع يطلع فوق كده، يرجع يطلع فوق كده وهكذا. ده بنقول عليه التيتنس. يبقى ملخص الحته دي ايه؟ ان الابسوليوت ريفراكتوري بيريد بتاعه المصل صغيره جدا، وده بيسمح لي ان ممكن يحصل كونتراكشن فوق الكونتراكشن اللي هو بيعمل لي حاجه اسمها التيتنس. نيجي للكيرف الثالث اللي هو بتاع الكالسيوم، تركيز الكالسيوم في السيتوبلازم. عشان اعمل كونتراكشن لازم قبل ما ابدا الكونتراكشن لازم يكون السيتوبلازم عندي مليان كالسيوم، في كالسيوم بكميات كبيره، لان الكالسيوم زي ما احنا عارفين هو المسؤول عن الكونتراكشن، وشرحنا ده بالتفصيل المحاضره اللي فاتت. لو جينا نبص هنا هنلاقي في الاول خالص قبل ما يحصل كونتراكشن لازم كميه الكالسيوم عندي في السيتوبلازم تبقى كبيره. خلصنا الكونتراكشن بتاعنا، قبل ما ابدا ريلاكسيشن لازم يبدا الكالسيوم اللي عندي دوت لازم يبدا يقل. يبقى عشان اعمل كونتراكشن لازم الكالسيوم يبقى كتير، عشان اعمل ريلاكسيشن لازم الكالسيوم عندي كميته تبدا تقل ويبدا يدخل تاني في الساركوبلازميك ريتيكولم. يبقى ملخص الكيرف دون او الكيرفات دي ان انا اول حاجه عملت الاكشن بوتنشال في النيرف، عملت ستيميوليشن للنيرف فعمل اكشن بوتنشال. الاكشن بوتنشال هنا لما وصل واتنقل للمصل او كده بدا يحصل الكونتراكشن، وقلنا ان في مسافه دي بنقول عليها الليتنت بيريود، هي المسافه ما بين الاستيمولس وما بين بدايه الكونتراكشن. وقلنا ايه اسبابها، ايه اسباب البيريود ديت اللي هو الاربع اسباب اللي احنا قلناها. قلنا بعد كده الكيرف بتاع الكالسيوم، وان انا عندي عشان اعمل كونتراكشن لازم الكالسيوم يبقى كبير، عشان اعمل ريلاكسيشن لازم الكالسيوم يبدا يحصل له بامب تاني ويرجع للساركوبلازميك ريتيكولم. قلنا الحته بتاعه الابسوليوت ريفراكتوري بيريود وان هي بتبقى قليله جدا في المصل عشان يسمح لي ان يحصل كونتراكشن فوق الكونتراكشن ويعمل لي حاجه اسمها التيتنس.
الكلام ده، كل الكلام اللي احنا بنقوله دوت كلام ام سي كيو، واكتر اهميته اكتر في الجزء الخاص بالعمل او في البراكتيكال. هندخل بعد كده على التايبس اوف ماسل فايبرز، انواع الفايبرز. في عندي نوعين، السؤال ده مهم بيجي في الام سي كيو على طول كتير، لان هو للاسف بيلخبط. النوع الاول اللي هو البيل فايبرز، النوع التاني اللي هو الريد فايبرز، وهنفرق ما بينهم في الشكل ده. البيل فايبرز ليها اسم تاني اللي هي الفاست، والريد فايبرز ليها اسم تاني اللي هي السلو. مثال للفاست فايبرز ديت اللي هي الموجوده في الايليد بتاعنا، حركه العين او جفن العين عندنا، لو لاحظنا الجفن بيتحرك بسرعه جدا. لكن السلو فايبرز او الريد فايبرز المثال ليها اللي هي الماسلز اوف ذا باك، عضلات الظهر بتاعنا. يبقى انا عندي البيل وعندي الريد. البيل بتتميز بان هي فاست، لكن الريد بتتميز بان هي سلو. الفاست فايبر او البيل فايبر حجمها بتتميز بان حجم الفايبر الواحده بيبقى كبير، لكن الريد حجمها صغير تبقى سمول. يبقى انا عندي الريد سلو وسمول. الريد فايبر بتتميز بان هي قويه جدا وصعب جدا ان هي تتعب، لكن البيل بتتميز بان هي سهل جدا ان هي تتعب ويحصل فيها فتيج، وهنعرف سبب ده دلوقتي. ليه الريد فايبر عندي قوية وما بتتعبش بسهولة؟ زي ما قلنا قبل كده ان الكونتراكشن او المصل محتاج عندي اي تي بي كسورس اوف انرجي. الاي تي بي ده بكونه وبرجع بعد كده اكسره عشان اطلع الانرجي اللي انا محتاجها. في حالة الريد فايبر انا بحصل على الاي تي بي من تكسير الجلوكوز بالطريقة الايروبيك، ولو افتكرنا الطريقة الايروبيك كانت بتديني كمية كبيرة جدا من الاي تي بي اللي هي 38 مولكيول من الاي تي بي، وكنا بنسميها اوكسيديتيف فوسفوريليشن او اوكسيديتيف باثوي. يبقى انا عندي في الريد فايبر بكون كمية كبيرة جدا من الاي تي بي. طيب الاي تي بي ده عشان اكسره محتاج انزيم اللي هو الاي تي بيز. عندي في الحالة بتاعت الريد فايبر كمية الاي تي بيز قليلة جدا، يبقى أنا عندي هنا كونت ATP كتير عن طريق الايروبيك باثوي 38 جزيئة، وقللت التكسير بتاعه كمان لأن أنا عندي الاتي بيز بيبقى قليل، وهو ده اللي بيفسر لي ليه الريد فايبر قوية جدا وصعب إن هي تتعب، لأن الطاقة بتاعتها بتكون كمية كبيرة جدا من الطاقة وما بتكسرهاش، بتكسرها بكميات قليلة، فأصبح عندي الطاقة ديت على طول الوقت عندها كمية كبيرة من الطاقة. لكن لو بصينا في الناحية التانية في البيل فايبر، الـ ATP بكونه عن طريق الباثوي اللي كان انيروبيك، بنكسر الجلوكوز بالطريق الانيروبيك اللي كان بيطلع لي 2 ATP فقط، وفي نفس الوقت بكسر الـ ATP بالـ ATPase اللي هنا كميته هتبقى كبيرة. يبقى في الريد فايبر بكون ATP كتير وبكسره بشكل قليل، لكن هنا بكون اي تي بي قليل لكن بكسره بشكل كبير، هو ده اللي بيفسر لي ان ليه البيل فايبر ممكن تتعب بسهوله جدا. طيب هنا احنا قلنا بنكسر الجلوكوز بالطريق اللي هو الايروبيك، يبقى انا محتاج اكسجين كتير. عشان احتاج اكسجين كتير لازم يبقى عندي ميتوكوندريا، لازم يبقى عندي بلاد كابيلاريز كتيره هي اللي هتجيب لي الاكسجين دوت، ولازم يبقى عندي مايجلوبين كتير عشان هو ده اللي بخزن فيه اكسجين. يبقى انا عندي هنا في الريد فايبر عندي ميتوكوندريا كتير، عندي بلاد كابيلاريز كتير تجيب لي اكسجين، عندي مايجلوبين كتير عشان اخزن فيه الاكسجين. كترت الاكسجين عندي هعمل التكسير للجلوكوز بالطريقه اللي هي الايروبيك، هيطلع لي عندي الاي تي بي بكميات كبيره، هيخلي لي الريد فايبر قويه وصعب جدا ان هي تتعب. طيب المايوجلوبين دون بيحتوي على، عندي منه كميات كبيره زي ما قلنا، بيحتوي على الحديد. الحديد دوت لونه احمر، وعشان كده الفايبرز دي لونها احمر او لونها ريد. يبقى ايه سبب ان الريد فايبر لونها ريد لو تسألنا في السؤال دوت؟ بسبب ان هي ريتش ان مايوجلوبين اللي بيحتوي على حديد اللي لونه ريد. لكن لو بصينا على الناحية التانية، انا هنا عندي بكسر الجلوكوز بالشكل انيروبيك اللي هو بيطلع لي كمية اي تي بي قليلة، فبالتالي عندي الميتوكوندريا والبلاد كابيلاريز والمايوجلوبين كميتهم قليلة هنا. طيب احنا قلنا ان البيل فايبر دي فاست، سريعه جدا، وطالما قلنا ان هي سريعه جدا يبقى لازم تعمل كونتراكشن وريلاكسيشن بشكل سريع، عشان كده الساركوبلازميك ريتيكولم فيها بتبقى
more predominant، يعني موجودة بشكل أكتر، وبالتالي هيطلع منها كالسيوم بكميات أكتر، فبالتالي هتعمل لي fast contraction. وفي نفس الوقت البامب اللي مسؤولة عن إن هي ترجع الكالسيوم تاني في السيركوبلازميك ريتيكولوم برضو كميتها كبيرة، فبالتالي هتعمل لي fast relaxation. يبقى ليه البيل فايبرز fast، الأكشن بتاعها fast؟ ليه؟ لأن عندي السيركوبلازميك ريتيكولوم كتيرة، فبالتالي هتطلع لي كالسيوم كتير، فبالتالي الكونتراكشن هيبقى سريع، وفيها البامب كتيره فهترجع لي الكالسيوم بسرعه للساركوبلازميك ريتيكولوم، فهتعمل لي فاست ريلاكسيشن. لكن هنا في الريد فايبرز العكس. باقي نقطه اخيره، ليه البيل فايبرز بتبقى لارج، حجمها كبير؟ احنا قلنا هنا ان هي بتكسر الجلوكوز بشكل انيروبيك، بيطلع لي كميات اي تي بي قليله، فبالتالي انا محتاج كميه جلوكوز كتيره جدا عشان اقدر ادي طاقه اللي انا محتاجها او اطلع الطاقه اللي انا محتاجها. الجلوكوز الكبير جدا او كميه الجلوكوز الكبيره جدا هي اللي مسؤوله عن ان حجم الماسل فايبر هيبقى كبير، لكن على الناحيه التانيه الريد فايبر صغيره لان انا كمية الجلوكوز اللي انا محتاجها قليلة، لان جزيء الجلوكوز الواحد بيطلع لي كمية ATP كتيرة جدا، فانا مش محتاج جلوكوز كتير، فبالتالي حجم الماسل بيبقى صغير. السؤال ده مهم جدا في الام سي كيو، واعتقد ان احنا ان شاء الله فهمناه بشكل كبير جدا. هنتكلم بعد كده على الماسل فاتيج. يعني ايه فاتيج؟ يعني decrease in muscle contraction، حصل ضعف في العضلة. ده بيحصل نتيجة ايه؟ نتيجة prolonged او repeated contraction، شغلت العضلة فترة طويلة أو بشكل متكرر، وده هينتج عنه هينتج عنه إن العضلة هتتعب وهيقل ال contraction. إيه الإفكتس بتاعت الفاتيج؟ هيعمل لي إيه؟ في ال contraction هيقلل لي ال strength أو هيقلل لي ال force of contraction، هيقلل لي قوة ال contraction وهيزود لي الديوريشن بتاعه. يبقى أنا عندي ال contraction، قوة ال contraction هيقل وهيزيد الفترة، هيطول فترة حدوث الكونتراكشن. اخبار الريلاكسيشن ايه؟ هيبدأ يعمل incomplete relaxation، او بمعنى تاني حاجة اسمها contracture، ار مش ان contracture مش contraction. يبقى الفتيج دوت او الضعف دوت عمل لي ايه في الكونتراكشن؟ قلل لي قوة الكونتراكشن وزود لي الديوريشن بتاعته، بقيت باخد وقت اطول عشان اقدر اعمل الكونتراكشن دوت. طب ليه بيقلل لي الريلاكسيشن او ليه بيعمل لي incomplete relaxation؟ زي ما قلنا قبل كده ان الريلاكسيشن دوت هي active process محتاجة طاقة. طيب في حالة ضعف العضلة او في حالة الماسل فاتيج، ال ATP عندي والانرجي قلت او تقريبا ما عادتش موجودة، فبالتالي انا مش قادر ان انا اعمل relaxation، فالريلاكسيشن هيبقى عندي incomplete. طيب ايه اسباب الفتيج؟ ايه الميكانيزم بتاعت الفتيج وليه بيحصل؟ اول حاجه مشكله او سبب في النيرف، ان انا عندي النيرف دوت بيطلع اسيتايل كولين في النيورو ماسكولار جانكشن، انا عمال اعمل استيميليشن، عمال اعمل كونتراكشن ريبيتد كونتراكشن، كميه الاسيتايل كولين اللي عندي في الفيزيكلز اللي كانت في النيرف اندنج قلت او خلصت، فبالتالي قل الاسيتايل كولين فحصل ضعف في الماسل. الحاجة التانية، يبقى المشكلة الأولانية كانت في النيرف قلل الأستاتيك كولين، المشكلة التانية في الماسل، قلل الـ ATP، قلل الكرياتين فوسفيت، قلل الجلايكوجين أو الجلوكوز من كتر الكونتراكشن، عمال أعمل ريبيتد كونتراكشن، فالحاجات دي كلها قلت. يبقى عندي مشكلة في النيرف قلل الأستاتيك كولين، مشكلة في الماسل قلل الـ ATP والكرياتين فوسفيت والجلايكوجين المشكلة التالتة إن أنا لما بعمل أنيروبيك، لما بكسر الجلوكوز بشكل انيروبيك بيطلع عندي، قلنا بيتكون عندي لاكتيك اسيد، واللاكتيك اسيد دون وهو ويست برودكتس تانية هي اللي هي كمان بتسبب لي الفتيج. يبقى ايه اسباب الفتيج او الميكانيزم بتاعه؟ التلات حاجات، مشكلة في النيرف، مشكلة في المصل، او الاكيوميليشن اوف لاكتيك اسيد. معلومة اخيرة، ان الفتيج ده بيحصل على مستوى النيورو ماسكولار جانكشن او على مستوى المصل، زي ما قلنا الاستايكوين لما هيقل عندي النيورو ماسكولار جانكشن، يبقى اذا حصل لي فتيج في النيورو ماسكولار جانكشن. في المصل لما بيقل الحاجات دي بيقل المصل كونتراكشن بسبب مشكله فين؟ في المصل. يبقى انا عندي المشكله يا اما في النيورو ماسكولار جانكشن يا اما المشكله في المصل. يبقى لو جبنا سيره الفتيج وقلنا ان حصل عندنا فتيج، يبقى انا اقصد ان حصل فتيج على مستوى النيورو ماسكولار جانكشن او على مستوى الماسل، لكن النيرف نيفر
فاتيج. يعني ايه؟ يعني النيرف عمر ما بيحصل له فاتيج، مهما اديت ريبيتد استيميوليشن للنيرف، نيرف عمره ما بيتعب، شغال على طول، بيعمل كوندكشن على طول. يبقى الجمله دي مهمه جدا في الام سي كيو، النيرف نيفر فاتيجد، لكن اللي بيتعب هي نيوروماسكولار جانكشن او المصل. في عندنا حاجه اسمها الموتور يونت. الموتور يونت دي بتتكون من ثلاث حاجات، من الانتيريور هورن سيل اللي موجوده في السباينال كورد، ومن الاكسون، ومن المصل فايبرز، او من المصل فايبرز اللي هي سبلايد باي ذا اكسون. في عندي فرق لازم نبقى عارفين، في عندي فرق ما بين الهول ماسل، الماسل ككل، وما بين الماسل فايبر الواحده. لما باجي اعمل تجربه على الماسل كلها غير لما اعمل تجربه على ماسل فايبر واحده. قلنا من شويه الاول اور نان لو، وقلنا ان هو بنعمله على سنجل ماسل فايبر، ماسل فايبر واحده بس، وقلنا ان احنا لو عملنا ستيمولس مهما كانت قوته فالريسبونس عندي هيبقى واحد، ان هو هيعمل لي ماكسيمال كونتراكشن، لكن لو الاستيمولس ده كان قليل مش هيعمل لي كونتراكشن خالص. يبقى انا لو عملت، لو اديت ستيمولس او لو عملت ستيمولس ثريشولد او سوبرا ثريشولد مهما كانت قوته، الريسبونس عندي هيبقى واحد، وهو ان هو هيعمل لي كونتراكشن. الكلام ده هيختلف لو انا بعمل او لو انا بتكلم على الهول ماسل. بمعنى ايه؟ لو اديت ستيمولس بقوه معينه هيخلي الماسل كلها تنقبض بشكل معين، لو زودت الاستيمولس دوت قوه الانقباضه هتزيد، لو زودت الاستيمولس ده اكتر قوه الانقباضه هتزيد اكتر. ليه بقى؟ ان انا عندي، احنا قلنا في الاكسون ده انا بعمل استيمولس للاكسون ده، في المره الاولانيه لما كان الاستيمولس قليل شغل لي ماسل فايبر واحده، لما زودته شويه زود لي او شغل لي اتنين فايبرز، لما شغلته اكتر او عملت استيمولس اكتر شغل لي ثلاثه فايبرز. ففي المره الاولى فايبر واحده كان انقباض العضله كلها كانت قليله، في المره الثانيه لما عملت 2 فايبرز شغلت 2 فايبرز الانقباضه زادت شويه، في المره الثالثه لما زودت 3 او لما شغلت 3 فايبرز المصل كلها انقبضت فالانقباضه كانت قويه. يبقى انا لما بتكلم على الهول مصل العضله ككل ما ينفعش اطبق عليها قانون الاول اور نان لو، لان القانون ده بيتطبق على السنجل ماسل فايبر، ماسل فايبر واحده مهما اديتها ستيمولس ومهما كانت قوته الريسبونس عندي هيبقى واحد، بعكس الهول ماسل لو اديت ستيمولس وزودت قوه الاستيمولس قوه الانقباض عندي هتزيد، لان انا في كل مره بزود عدد الماسل فايبرز اللي انا بشغلها. يبقى انا لو زودت عندي السترينث او القوه بتاعه الالكتريكال ستيميوليشن هيزيد عندي الفورس اوف كونتراكشن. ليه؟ لان انا شغلت عدد اكتر من الماسل فايبرز. طيب لو انا زودت الفريكوانسي بتاع الالكتريكال ستيميوليشن، يعني اديت دلوقتي اديت ستيمولس بعدها بشويه اديت ستيمولس بعدها اديت ستيمولس، او اديت ستيمولس وبسرعه بسرعه ستيمولس تاني تالت رابع، غيرت بغير الفريكوانسي عندي بتاع الستيمولس. لو جينا عملنا مع بعض كذا ستيمولس ورا بعض بسرعه معينه، في المره الاولانيه هنا في التجربه الاولانيه حصل كونتراكشن وبعدين ريلاكسيشن، في نهايه الريلاكسيشن حصل كونتراكشن تاني وريلاكسيشن، في نهايه الريلاكسيشن التاني حصل كونتراكشن تالت وريلاكسيشن. يبقى في المره الاولانيه هنا كونتراكشن وريلاكسيشن، كونتراكشن ريلاكسيشن، كونتراكشن ريلاكسيشن، والريلاكسيشن بيبقى كومبليت. طيب في المره الثانيه بدانا نزود سرعه او نزود الفريكوانسي شويه، ستيمولس كذا ستيمولس ورا بعض بس بشكل اسرع، عملنا كونتراكشن وبدانا نعمل ريلاكسيشن، بس قبل ما يحصل كومبليت ريلاكسيشن بدا الكونتراكشن الثاني، في الكونتراكشن الثاني قبل ما يحصل ريلاكسيشن او قبل ما يحصل كومبليت ريلاكسيشن بدا الثالث وهكذا وبدا الرابع. الشكل ده بنقول عليه كلونس. يبقى في الكلونس عندي اخبار الريلاكسيشن ايه؟ بيبقى انكومبليت ريلاكسيشن. طيب زودنا السرعه اكتر بقى المره دي، ستيمولس ورا ستيمولس ورا ستيمولس ورا ستيمولس، في المره دي هنا مش هيحصل اصلا ريلاكسيشن، انا حصل كونتراكشن، هعمل ريلاكسيشن؟ لا مش هلحق اعمل ريلاكسيشن، دخل في الكونتراكشن الثاني على طول، دخل في الكونتراكشن الثالث على طول، دخل في الرابع على طول. يبقى الشكل دوت عباره عن تيتانوس، بنقول عليه تيتانوس. يبقى في التيتانوس هنا ما عنديش ريلاكسيشن اصلا، يبقى في المره الاولانيه حصل كومبليت ريلاكسيشن، في المره الثانيه في الشكل بتاع الكلونس حصل انكومبليت ريلاكسيشن، في المره الثالثه في التيتانوس
ما حصلش ريلاكسيشن اصلا. طيب لو جينا نبص او لاحظنا في كل كونتراكشن، لما بعمل كونتراكشن في الكونتراكشن التاني بيكون قوته اكتر، التالت قوته اكتر من الاتنين اللي قبله، وهكذا في الكلونس دايما كل كونتراكشن بيبقى اكبر من اللي قبله. الكلام ده سببه ايه؟ في الكونتراكشن الاولاني هنا عشان يحصل كونتراكشن لازم بيحصل كالسيوم ريليز، الكالسيوم بينزل. طيب عشان اعمل ريلاكسيشن الكالسيوم بيبدا ان هو يرجع تاني للساركوبلازميك ريتيكولم. هنا انا ما بلحقش ان انا ارجع كل الكالسيوم، يجي الاستيمولس التاني، يجي الكونتراكشن التاني يلاقي فيه كالسيوم اوريدي موجود عندي في السيتوبلازم، فقوه الكونتراكشن تبقى اكتر. يجي التالت يلاقي عندي كميه كالسيوم اكتر، يبدا يحصل كونتراكشن اكتر، وهكذا. يبقى ايه السبب في ان كل كونتراكشن بيبقى اكتر من اللي قبله؟ السبب الاولاني بسبب زياده الكالسيوم، كل كونتراكشن يجي يلاقي قبله كميه كالسيوم اكتر فقوه الكونتراكشن تبقى اكتر. السبب الثاني ان انا لما بعمل كونتراكشن العضله بتسخن، الورم دون تاثيره بيعمل لي حاجتين، بيزود الانزيماتيك اكتيفيتي، شغل الانزيمز. الحاجه الثانيه ان هو بيقلل لي الفيسكوسيتي، اللزوجه. لما تقل اللزوجه فهيحصل سلايدنج للاكتين اوفر مايوسين بسهوله. يبقى انا عندي ليه الكونتراكشن اكتر او اسرع او اقوى من اللي قبله؟ لان عندي بسبب زياده الكالسيوم، وده اهم سبب. السبب الثاني بسبب الورم، بسبب سخونه العضله. السخونه دي هتعمل لي حاجتين، هتقلل لي اللزوجه فهيبقى سهل ان يحصل سلايدنج للاكتين اوفر مايوسين. الحاجه الثانيه ان هي بتزود لي الانزيماتيك اكتيفيتي. والشكل اللي قدامنا دوت اللي هو ان الكونتراكشن في كل مره بيزيد بنسميه حاجه اسمها ستير كيس فينومينا. يبقى الستير كيس فينومينا ان انا كل ما بعمل او لما بعمل ريبيتد ستيميوليشن او بزود الفريكوانسي بتاع الستيميوليشن الكونتراكشن عندي بيزيد او قوته بتزيد. طيب انهي واحد في الثلاثه دول هو الاهم لينا؟ التيتانوس. التيتانوس دوت اللي هو احنا قلنا عباره عن كونتينوس كونتراكشن وزاوت ريلاكسيشن، دوت كلنا بنشوفه عندنا في المسلز بتاعتنا. مثلا لو انا شايل كتاب مثلا، او لو انا شايل شنطه مثلا، طول ما انا شايل الشنطه دي انا في حاله كونتينوس كونتراكشن. يبقى اذا التيتانوس دوت هو حاجه طبيعيه جدا فينا لما بعمل اكشن مستمر. انا قاعد دلوقتي عضلات ظهري مثلا في حاله كونتراكشن، شايل شنطه، عضلات ايدي في حاله كونتراكشن مستمر، ماسك حاجه، طول ما انا ماسك الحاجه دي العضلات في حاله كونتراكشن مستمر. الكونتراكشن حاله الكونتراكشن مستمر دي او الكونتينوس كونتراكشن وزاوت ريلاكسيشن بنقول عليها التيتانوس. يبقى اذا التيتانوس دوت هو الاهم وهو الاشهر فينا، وده حاجه طبيعيه في الماسلز عندنا. اخر حاجه هنقولها في محاضره النهارده ان شاء الله هي الستارلينج لو او اللينث تنشن ريليشن شيب. التنشن هنا هيعبر لي عن السترينث اوف ماسل كونتراكشن. القانون بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الاكتيف تنشن او السترينث اوف ماسل كونتراكشن از دايركتلي بروبورشنال تو ذا انيشال لينث اوف ذا ماسل. بس الكلام دوت within limits. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني كل ما زود الانيشال لينث بتاع الماسل كل ما هيزيد عندي السترينث اوف كونتراكشن. كل ما زود طول العضله كل ما كان قوه الكونتراكشن اكتر، بس within limits. لو زاد او لو طول العضله لو زاد عن الليمتس دي الفورس اوف كونتراكشن هيقل. لو بصينا على الكيرف ده اللينث اوف ذا ماسل وده التنشن او السترينث اوف كونتراكشن. لو لاحظنا كل ما بنزود واحنا ماشيين هنا كل ما بنزود اللينث اوف ذا ماسل كل ما الكونتراكشن عندي بيزيد، بس ايه؟ within limits. هنا زودنا عن الطول المحدد بتاعنا بدا الفورس اوف كونتراكشن او السترينث اوف كونتراكشن بدات تقل مره ثانيه. ايه اكتر طول او ايه احسن طول او الاوبتيمال لينث للمصل اللي بيحصل عندها اقوى كونتراكشن؟ لما يكون طول المصل فايبر 2.2 مايكرومتر. يبقى عندي هنا عند 2.2 مايكرومتر الطول دوت هو احسن طول بيحصل عنده مصل كونتراكشن. طيب بنفسرها ازاي الحكايه ديت؟ ليه كل ما طولنا المازل كل ما كان الانيشال لينث اطول كل ما كان الكونتراكشن احسن؟ الكلام ده ليه؟ نتيجه لان عند الطول دوت او كل ما بنزود الطول دوت كل ما بيزيد الكروس بريدجز ما بين المايوسين وما بين الاكتين.
عند الطول دوت اللي هو 2.2 بيحصل ايه؟ بيحصل ان كل المايوسين مولكيولز بتكون عامله كروس بريدج مع الاكتين مولكيولز، فبالتالي بتعمل لي سلايدنج قوي او بتعمل لي كونتراكشن قوي. يبقى اذا الفكره عندي هنا ايه؟ ان الكروس بريدج كل ما كانت اكتر وبتكون اكتر مع لما بيزيد عندي الانيشال لينث، كل ما بيزيد عندي الانيشال لينث كل ما بيزيد عندي الكروس بريدجز ما بين المايوسين والاكتين، كل ما بيكون السلايدنج والكونتراكشن اقوى. طيب لو زودت طول الماسل او الانيشال لينث بتاع الماسل، لو زودته عن الليميت اللي هو المفروض ان انا ما زودش عنه، لو زاد زي ما قلنا الكونتراكشن هيقل. ليه الكونتراكشن هيقل؟ لو بصينا هنا التو اكتين فيلامنت هيبعدوا عن بعض لان انا شديت العضله اكتر من المسموح، فلما شديتها الاكتين هنا والاكتين هنا هيبعدوا عن بعض، فبالتالي الجزء ده كله مش هيعمل كروس بريدج مع المايوسين، فبالتالي الفورس اوف كونتراكشن او السترينس اوف كونتراكشن هيقل. طيب الناحيه الثانيه لو الانيشال لينث قليل برضو الكونتراكشن او الفورس اوف كونتراكشن هتبقى قليله. ليه؟ لان انا هنا لما قربت الاكتين هنا على بعضه انا قللت طول العضله، فبالتالي الاكتين التو اكتين فيلامنتس بداوا يدخلوا على بعض. هنا الناحيه دي الناحيه اليمين هنا هيعملوا كروس بريدج مع المايوسين مفيش مشكله، لكن غطوا على الاكتين فيلامنت الثاني ومنعوا ان يعمل كروس بريدج، ان الجزء دوت يعمل كروس بريدج مع المايوسين. يبقى انا عندي احسن طول هو 2.2 مايكرومتر. ليه؟ لان كل الكروس بريدج بتحصل ما بين المايوسين والاكتين، لما بزود الطول ببعد الاكتين فيلامنتس عن بعضها، فبالتالي الجزء ده كله ما بيعملش كروس بريدج. العكس لما بقربهم من بعض خالص بخلي اكتين فيلامنت يغطي الاكتين فيلامنت التاني ويمنع ان هو يعمل كروس بريدج. ده اللي هو الستارلينج لو او اللينث تنشن ريليشن شيب. كل ما بزود الانيشال لينث كل ما الفورس او السترينث اوف كونتراكشن عندي بيزيد، ولكن within limits تفسيرها ايه؟ زياده الكروس بريدج. كل ما زودت اللينث كل ما كان الكروس بريدج ما بين المايسون والاكتين اكتر. بكده يبقى احنا الحمد لله خلصنا محاضرة النهاردة، ويا رب تستفيدوا ان شاء الله. كل الصور اللي في المحاضرة ان شاء الله هتلاقوها في الديسكريبشن تحت الفيديو. استنوني ان شاء الله في محاضرات تانية لو كان لينا عمر، والسلام عليكم ورحمة الله.